لو عاد بك الزمن، هل ممكن أنك تختاري من أول بجديد نور الشريف زوجاً لك؟ أو هل ممكن أنك تكوني تشتغلي في مجال غير التمثيل؟ لا، هتختاري نفس الخط؟ على فكرة ما أنت غاوية يعني. لا لا لا، هقولك على حاجة. في صديق مرة كنت زعلانة مع نور، ففي صديق لينا، وبعدين بيقولي لو هو إنسان مثقف قوي قوي، فبيقولي لو اخترتي، لو دلوقتي قالوا لك انك انت كده، طبعا انا زعلانه، فقلت له لا، واتكلمت كده. فقال لي اوكي، بس الحياه بتاعتك مع نور جابت لك ساره ومي، جابت لك اشياء تانية وكده، يعني في الوقت ده. ما انت لو غيرتي الانسان هتغيري كل حاجه. فلقيت لا، في حاجات كتير حلوه، فتاكدي ان انا راضيه بحياتي اللي فاتت. يعني ساره ومي هن الابرز الحاجتين؟ لا يعني وقتها، عشان كنت زعلانه. اقول لك على حاجه جميله قوي قوي. مره في حد قابله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فبيقول له فلان اخباره، قال له فيه ونعته وصفته وبتاعه وشفعه وكده. سكت سيدنا محمد بعديها بفتره طويله قوي، فبيقول له فلان، قال له والله كويس وحصل، يعني كل حاجات حلوه قوي. فقال له انت قلت المره دي كده وقلت المره دي كده، قال له والله ما يعني ما كذبتش، كنت زعلان معاه فقلت كل الحاجات الوحشه اللي فيه، كنت مبسوط معاه فقلت كل الحاجات الحلوه فيه. فدايما الواحد وهو زعلان ما تاخديش كلامه. كنت غيرتي ايه في حياتك بوسي؟ هذا سؤال افتراضي، يعني فيك تتركي مجال لمخيلتك. من ضمن هالمسيره الطويله كنت غيرتي فيها ايه؟ ايه المحطات اللي قلتي كنت ممكن استغني عنها؟ مش هقدر اغير، لاني هبقى بنفس التفكير ساعتها، مش هعرف اغير. يعني خدي بالك، انا حتى قلتها في اكتر من مكان، ان انا لغايه ما اتطلقت، يعني من قبل ما اتطلق انا كنت طفله جوايا. انا ابتديت اكبر شويه لما اتطلقت، يعني اعرف ان في الدنيا فيها كده وفيها كده وفيها كده. فاللي عايزه اقوله لك ان بتفكيري اللي هو كان ده، ومش هيتغير من ساعتها، هيتغير ايه؟ هتعرفي تجيبي عقلي دلوقتي اللي وانا صغيره؟ لا، فكنت هتصرف كل تصرفاتي. يعني انت مرحله النضج كانت بمرحله الطلاق فيها؟ بعديها. انت قد ما كنت مدلله مع نور؟ مدلله مع نور، مدلله مع امي. وما كنت حامله مسؤوليه كتير؟ ومدلله، لا لا لا، المسؤوليه كنت انا ونور ايد بايد. مش بس نور؟ لا لا، بس معايا انا ومعايا نور وكده، والمسؤوليه ما كنتش شايلها انا، يعني اقول واعمل، وكان يتاخد برايي وكل حاجه، بس في النهايه نظرية. اللي شايل الحكايه بجد طبعا نور، ما فيش شك. يعني اكل حال لما رجعت انت ونور من بعد فتره الطلاق الطويله، كتار من الناس قالوا رجعت شبشبت وصغرت في السن. بوسي ميرسي. لاحظت ده ولا ما لاحظتيش؟ لا والله، انا رجعت في وقت يعني كان يا حبيبي هو كان لا بالعكس، يعني ما اعرفش، بس عايزه اقول لك حاجه، يعني كمان وجودك بحياته بيختلف بهذا الشكل، يعني وقفتك حده.